الأسبوع هذا نتحولوا لمدينة السمعة من ولاية نابل، وكالعادة نحاولوا نقربوا للمواطن ونحكيوا معه على الوضعية اللي عليها المدينة. البداية كانت بالمرشي والمسلخ البلدي. المرشي هي بعض الأوساخ المتراكمة، المسلخ البلدي بالسمعة مسكر منذ مدة والأسباب ما تعدى والأطراف زادة. توكا مسكر على خاطر الصحة والفلاحة ماهيش موافقة على عليه. رغم ذلك احنا بلديه قمنا بالاجراءات كلها بالصيانه، عاودنا كما هما قالوا لنا بالضبط، بدلنا الوقاعه، بدلنا الفايونس، عملنا له كل التجهيزات كلها اللي هما تربونها منها الفلاحه والصحه منها. تو يذبحوا في خيار، في معموره، في تزركه. رغم ذلك ما بقاش فتحوا. شارع طيب المهيري وشارع علمون جبالي أشغال متوقفة بالشارع الأول، والشارع الثاني فيه إشكال كبير. الشارع هذا هو منجي بالي، أول ما بدأ الشارع مش المرة بالكل خدموا الطريق وخلاو الزيتون هكاك. جينا نشوف لقاوهم البلدية ما قامتش بالواجب، كمجتمع مدني وكأحزاب جينا كلمنا المسؤولين، قلنا راه مش ممكن باش يسير الطريق هذا إلا ما تنحيوا الزيتون وتنحيوا هكا القبة هذاك وتحلوا الطريق كما موجود في البلان، يعني منطقة سوداء، منطقة معناتها تتحل على أربع أنهج تقريبا وتقلق العباد ياسر، وصارت فيها برشا حوادث، واليوم طالبين باش يتحل الطريق هذا كما يلزمه موجود في البلان دمنجمون اللي هو حملته وزارة التجهيز. عند جمعة اون برانسيب مش عملوا الدار في الميدان، مش 30 كاو ولا 40 كاو، عملوا الدار وفاد الدار الضوء. مش بعيد برشا ناش فرحات حشاد، كيس مكسر وطريق حالته راديئة برشا، والمواطنين تتشكى، ونفس الإشكال زادا نشوفه في شارع الحبيب بورقيبة. ناش فرحة حشاد مش ناش هذايا برك، يعني السمعة كاملة طهر من حفرة تطيح في الأخرى، واحلك لي على الأخر على الأخر، ما عندك ما تحكي. من جبل للشفرات وانت هابط اللوط، الدنيا كل مش مريقلة مع ذاك الكياس القدا وجديد اللوط. كنا جاك تشوف الحالة، اللهم صل على النبي وخير. نشكي لك الخير. ما حد كياس مزري على الاخر، جاوا الجموع هنا خدموا في الكياس هذيا في تسمى النوارة اللي بجنبي هذيا، حومة عربي. قاعد يا عربي يعني نوارة تسمى، قسما بالله خدمها تصبت المطر الأولى رخت ديريكت، وفهمتي الخدمة كيف ليا. ياك يا صدر فيها شركة، ثم اللي بناه وخرجها روحه، ثم اللي قاعد ما فيها كي طاحت ما تلبي لاحد، كل واحد يحب يا خوبي حتى كما هنا. هذه دار مبنية من بكري، هذه كل حومة عربي، هذه في 2010 آخر 2009 طاحت في الضربة، أمي في الدار داخل، هذا كل سكن كياس اللي تشوف فيه، هذا كانش هكا سكن كياس اللي يتعدى يتيش وصخ كل يجين من الدار، لم الفيران حشاك الجيران الحنش. طلبنا من البلدية باش نهزوا احنا بتراكس، قالوا لنا ما نجموش ونعذروهم حتى في الدار هذيك المسا تحت الدار الاخرى. مشيت قدم شكايه بالسيد للسيد الوالي، ونورمالمون وصلت البلدية تسمع، خاطر السيد معتمد اللي هو طول رئيس النيابه الخصوصيه قال لي في بالي وصلت له. الى حد الان ما حد شيء، هذه من عام 2009 وان شاء الله قالوا شياخذوا الاجراءات اللازمه، وانا نستنى. نتحولوا للمعصره القديمه اللي اصبحت ممر ومصب فضلات، اوساخ متراكمه وحشرات وتراث مهمل. ما ده قاتهم يجي نصفها يجي ونصفها مبوش عنا من عملوله، مشاو للبلدية مشاو نساو رجع مش مقلقتنا صالة ساعة ما عاش نجمو نرقدو في الليل بالوشواشة والناموس فيها. خذ البلدية عندهم تركتور، عندهم جرفة، عندهم كل شيء، ما يجيوش ساعات يجيو والبرقة كتربة وكله. قلت يا أخي باقي تقدس وباقي تجيبه، قال يا حاجة تونزو ذبان يظهر لي سادة الهنان هزلوا باق. لما تزور السمعة أكيد باش تشوف مقام سيدي علي السمعي اللي ليه بيه عم عبد النبي لطالب بسيانته بما أنه أصبحت حالته رديئة. هو ناس يقولوا من المغرب، لكن هو يقول ناس يقولوا من أم السمعة. علاش اسمه علاش اسمه اللي السمعة هنا؟
لأنه من أم الصمعة. كانوا بك يودي ساسات قبل 5 أيام و6 أيام راقدين البرة في الصحن في الصيف، خاطر يزوروا في الصيف اللي في قعلال مذبوحة وبراش ينوث من واحد القر، تو مامنين تو بيتسووا سيتو خير وحالة حليلة. عنا بلدية ثم بلدية في كامل الجمهورية، ثم بلدية ثم حاكم احنا لو ولدنا توا الشعب ينهش بعضه، والشعب الكريم الشعب الضعيف هو اللي قايم بعضه كله تعب. لو كان تب البيت تقعد باهت يا ودي، انت تعمل هكا وتراب هابط. حاله حليله حاله حليله حاله حليله حاله حليله كيف اقول لك، يعني جد البلاد، وهو جد البلاد يعني هو مؤسس البلاد، ما كانش بلاد هيك.